هذا اليوم يقضون المبارك خلافا يقع عيد الفطر بالدين المبارك، ويعيد قيم الجاهلية واليمن تحتفل وهذا بهذا اليوم الجامع العظيم يقدم بعد لنا انقضاء خطة صيام شهر رمضان المبارك. وسبيل الخروج من العثرات نقول بأن الشعب اليمني اليوم الذي يتوق للحرية والكرامة وللتحرير يناشد أولها مجلس القيادة لا الرئاسي إلا بأن يقوم بدوره الواجب عليه، وهو تحرير تعز وتحرير اليمن وفك الحصار عن تعز. تعز المحاصرة قرابة 8 سنوات، تطالب الجهات الرسمية وكذلك الجهات الدولية والتحالف العربي بفك الحصار. الشعب اليمني محاصر وتعز محاصرة منذ 8 سنوات، فلذلك نحن نطالب في هذه في هذا اليوم المبارك العظيم بأن تكون هناك نظرة خاصة لتعز من أجل فك الحصار، ونبارك للرئيس رشاد العليمي ولأعضاء مجلس القيادي الرئاسي، نبارك لهم في هذا العيد المبارك وبأن يقوموا بدورهم من خلال جلوسهم في هذا الوطن حتى يتم تحريره. عيدكم مبارك كل عام بوطن عزيز ودولة شامخة. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير والجميع بخير. ايش تقول في العيد هذا؟ المعلم والله برغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص، إلا أن أبناء تعز وبرغم الحصار إلا أن أبناء تعز استطاعوا إيجاد مساحة في قلوبهم وفي دمائهم عبروا فيها عن فرحتهم فيها من الفرح والأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل. كل عام وأنتم بخير، وأبناء الشعب اليمني وأبناء تعز بألف خير وعافية. نقول على فك الحصار وبهذا العيد. والله ندعو المجلس القيادي إلى فك الحصار عن تعز، 8 سنوات من الحصار، أبناء تعز عانوا الكثير والكثير من الويلات، وأصبح الآن فك الطرقات مطلب شعبي ومطلب مجتمعي وفي ظل هذه الظروف. برهم عيدكم مبارك كل عام. كل عام وأنتم بخير يا أستاذ. الأعياد فرح، وهذا ما نقوله دائما بالأطفال وبالناس هؤلاء في محافظة تعز الذين يعانون الحرب والحصار وأيضا يعانون ضنك العيش بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن لهذا العيد يقولون عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير في زحمة الصعبة، وخصوصا الوجع والألم والحصار والحرب التي تعاني، إلا هناك مبادرات تقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ما هذه المبادرة؟ هذه مجموعة حي الشبابية، مجموعة شبابية تطوعية تأسست في 2011 وتهتم بالتعليم وبالأنشطة الاجتماعية والخيرية أيضا. اليوم في العيد هذا نشاط فرائحي من باب الدعم النفسي، وايضا نشر فرحه للناس، نوزعتها يعني جعاله بسيطه وايضا تصوير
وكان الفكره ايضا انه يقع رقص براع هنا في الساحه، لكن ما حصلناش للاسف الفرقه اللي تنفذها، لكن في نيه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ربنا يسعدكم ان شاء الله. الله يحفظك يسعدكم والله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله للشعب اليمني جميعا. اشتقوا لهم في هذا العلم. كل عام وانتم بخير جميعا، كل عام والشعب اليمني بخير والامه العربيه والاسلاميه بخير حال، وان شاء الله ينعاد العيد والأمة اليمنية والعربية والإسلامية في أحسن حال إن شاء الله، وقد تحررت من كل احتلال داخلي وخارجي بإذن الله. حلوة، حبيت الفكرة. نقول دائما شبابنا في محافظة تعز ينعمون بالمحبة والخير والسلام، ويقولون عيدكم مبارك، وهذه المبادرة والتي تقول عيدنا حياة، هذه الحياة التي أوجدها أبناء محافظة تعز بالفرحة والمحبة والفرحة. هؤلاء أبناء محافظة تعز الذين لا يأسون حتى في زمن الحرب. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير وأنتم بخير إن شاء الله. كيف العيد خصوصا الناس على الزحمة وفرحة رغم الحرب والحصار اللي تعانيه محافظة تعز، إلا أنهم يعيدون، إيش تقول؟ فعلا والعيد هذا مختلف، وهي سنة كونية، سبحان الله، الله خلقنا وأوجد لنا فرص لنفرح ونعيش الفرحة وأجواء مهما كانت، مهما كانت الظروف نعيش الأجواء. وأبناء تعز من يتصفوا بهذا الصفة، أنهم يعيشوا الأجواء والأعياد مهما كانت الظروف، مهما كانت الأوضاع. بالضبط. طبعا أنا ما أعرف عنك أنك دائما تدعو إلى السلام، ومعاكم مؤسسة تتكلم عن السلام، ما هي أنشطتكم في هذه المؤسسة من أجل السلام؟ أنشطتنا كثيرة ومتنوعة، يعني في مشاريع تهتم بالشباب وبناء قدرات الشباب عشان فعلا يعززوا عملية بناء السلام، في مشاريع تمر على تلبية احتياجات المجتمع، في أنشطة أيضا فرائحية وعيدية كنا نشتغلها سابقا، وكثير من الأنشطة المختلفة. يعني أنتم حابين أنكم ترسموا السلام والبسمة. بالضبط بالضبط، والسلام منظمة وصل السلام. شكرا لك، ربنا يعطيك العافيه. ايش تقول الرساله اليوم للشباب في هذا العيد؟ الرساله انه تهنئه، عيشوا الفرحه ببساطتها مهما كانت الاوضاع، مهما كانت الظروف، عيشوا الفرحه ببساطتها. وعيد مباراه، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله، وختاما عيدكم محبه وسلام باذن الله. حبيبي يا ابني انت وصل السلام اللي نامل عليكم دائما السلام. ان شاء الله. شكرا، عيدك مبارك علينا وعليك ان شاء الله. الفرحه دائما لها اكثر من وجه، ووجهها في محافظه تعز، الفرحه رغم الحرب والحصار والوجع والالم، ورغم حصارها لثمان سنوات واهمالها من المجتمع الدولي الذي يهمل محافظه تعز. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. حرب كنا نروح الحوبان، حديقة ديرملاند. كيف عنا هنا حدائق الآن؟ في حديقة هي جاردن سيتي والمنتزه، بس يعني مش زي خارج المدينة. أشتي الآن، أنا أعرف أن صوتك حلو، أشتي منك إيش دولة أغنية. تمام، بهديكم عن اليمن يعني. يلا كيف؟
حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن حبي لها. أمي سقتني في وسط اللبن، إن عشت فيها لأجلها عانيت، وإن غبت عنها أنا لها حنيت. والحاصل إن الحب شيء ما له ثمن، والحاصل إن الحب شيء ما له ثمن. يا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا، من قال محبوبتك ما أن قلت اليمن، من قال محبوبتك ما أن قلت اليمن، قلت اليمن. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. موطني 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 موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعيدة كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبتة وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبتة وعيشنا المنكدة. لا نريد بل نعيد مجدنا التالين، مجدنا التالين. موطني موطني. شكرا. يلا كي قولي لنا بالعيد، ايش بتقولي للعيد للناس؟ قولي لهم عيدكم مبارك، من تهني بالعيد. طيب يلا. كل عام وانتم بخير وصحة وعافية. أيوة. وانت كمان عيدك مبارك وكل عام وانت بخير، أطربتينا وشكرا لك، عيدك مبارك علينا وعليك. ايش اسمك؟ رغد. رغد، اليوم صلحتي شعرك حل، والفستان مش طلع لكو؟ ماما. ماما ما تشليتي انت وياها ورحتوا ولا لوحدها ماما قبل لك مفاجأة؟ لا، أني وماما واخي وأبي. أنيقة مع هذه، من نقشك؟ ماما. ماما مو تعرف؟ ها طبعة صح؟ ها؟ طبعة؟ ايه. ايش تقولي من تهني بالعيد؟ ها؟ ايش تهني بالعيد؟ من تهني بالعيد؟ يعني؟ من تهني ماما وبابا؟ من تهني؟ ايش تقول لهم عيدكم مبارك؟ شوف اللي عند الكاميرا، ايش تقول لهم؟
عيدكم مبارك كل سنة وانتم طيبين. مين هذه لمين؟ لأمي وأبي وإخواني وعائلتي. حبيبة قلبي، قلت لي ايش اسمك؟ رغد. رغد، تقول لماما وبابا عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير، واحنا كمان من قناة عدن الفضائية نوجه لهم التحية ونقول لك ايش نقول؟ فستانك جميل وانت تحلوه بالعيد صح؟ وعيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. عائلتي كل عام وانتم بخير. كيف العيد مليح؟ ايه. وهذا ايش اللي معك؟ منو خضبك؟ ها؟ منو خضبك؟ منو خضبك؟ خضبك؟ ها؟ ماما ورا ودنك عند المرأة تخضبك؟ وهذا الفستان من اشترى لك هو؟ أمي. يلا جيبي لي عيدية، جيبي لي. مالك دعوة اشتري عيدية. يلا جيبي لي. اديلي هي معك بياس، يلا. ما معكش. أنا عاد ما قابولكش. ها قاعد نزيد عليك. هذا بس. معك هذا بس. خلاص بعد عندك عيدية لما ترجعي جيبي ليها طيب. يلا عيدك مبارك. كل عام وأنتم بخير. ها؟ كل عام وأنتم بخير. بحال. محلى فرحتك يا عيني. خصوصا في محافظة تعز التي تعاني الحرب والحصار وتعاني العديد من المآسي والآلام وخصوصا في الوضع الاقتصادي المتردد، لكن العيد له فرحة خاصة وخصوصا بين الأطفال. عيدكم مبارك. عليك عليك حبايب قلبي. يلا كيف أبدأ؟ إيش أبدأ معك؟ عيد مبارك. أنا عليك. كيف العيد؟ حلو. وهذا الفستان من اشترى لك هو؟ أمي. وهذا كيف يا باشا أنتم خضبة؟ يا سلام. والله النمو من أخضبكم؟ لا لا لا. كيف سمعني ايش تقولي؟ ايش؟ ايش تهني من؟ تهني من قبل؟ من تهني؟ ماما وبابا. ومن كمان؟ تعال حبيبي تعال. والعيد. والعيد؟ ايه. بابا حبيبي. يلا اول اخوي ايش تعملي لي؟ قرآن. ها؟ ايه قرآن. قعقعنا بدل الوليد. ها؟ والله قعقعنا ابو سعيد. يلا كيف؟ ايش بتعملي قرآن؟ كيف سمعيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وانت كمان ايش بتقولي لنا؟ كيف العيد؟ حلو. العيد حلو؟ ايوه حلو. انت داري ليش حلو؟ لانك انت حلوه. يلا كيكه سمعيني. تعال حبيبي تعال، لانها تصور وانت مغطي. تعال ها. يلا ايوه. ايش سوا؟ ايش بتعملي لي؟ غني غني. ايش بتعملي انت؟ لا العيال ضحكت. ما عادي عادي يلعبوا. لا لا ها. وايش تمشي دور حاجه؟ قران بطلتي؟ يلا من تهني بالعيد؟ مني. تهني ماما بابا؟ لا. ايش تقول لهم؟ عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير ماما وبابا. ايش اسمك؟ جود حافظ. جود، تقول لامها وابوها في هذا العيد عيدكم مبارك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين حبيبتي. وانت كمان ايش حابه بتقولي؟ ها؟ عيدكم مبارك وكل عام وانتم طيبين. لمين؟ لماما وبابا وللعيد ولك حبيبتي. يلا كيف تسمعين انت؟ شو ده؟ يلا. مصطفى مصطفى
من باع للصفا سيد الأنبياء مشعل للوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شكر إليه. عينه عينه كمان من اللي انت بتقري قرآن صح؟ تعال 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 كيف كي علشان تشوف بن خليها تبان بالتلفزيون كيف بتقولي؟ بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أيوة. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حبيبة قلبي مليح صح؟ إيش تقول لماما وبابا بالعيد؟ إيش تقول لهم؟ تقول لهم عيدك مبارك؟ ايش تقول لهم كيف سمعيني؟ عيد مبارك يا ماما عليك. لا لا بعدي علشان اتصور. ايوه ايش تقول؟ ألف سنة طيبين. سنة طيبين حبيبي. وانت ايش بتقولي لنا؟ عيدك مبارك. يلا عيدك مبارك. كيف العيد؟ كيف العيد؟ مليح. فين رحتي بالعيد عادك؟ رحتوا فين؟ عادك رحتوا الجيران صح؟ مشيتوا قليل؟ يلا كيف سمعنا احنا؟ ايش ده؟ ها نحاول نكله بس نص هي تقول وانت بعدها. يلا ايش؟ يلا اسمع هيا هيا يلا اسمعي. ها ايش سمعيني وين شغلني معك؟ ايش 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 عن ايش؟ عن عيدك. عيدك مبارك ايامك سعيدة. عيدك مبارك ايامك سعيدة. ولد مبارك وكل عام وانت بخير حبيبه قلبي. كيف انت كمان؟ هاي ايش بتقولي؟ تعالي ايش بتقولي؟ يلا سمعيني. تعالي ها تعالي جنبي. يلا ايش بتقولي؟ يلا عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير صح؟ ايش بتقولي؟ عيدكم مبارك وانتم بخير حبيبه قلبي. تحب العيد؟ هذا تصير حقك مديح صح؟ مين خضبك انت؟ ورده. قولي والله مديح على فكره. وهي نسا ولا بس لا ها تحنيتي هنا صح؟ ما تنازلنا. ايوه. وهذه فين اشتريتيها؟ فين اشتريتيها انت وامك رحتي تشتريه؟ ها امي امك بس يا اعزائي المشاهدين عزيزاتي مشاهداتي على قناتي عدل الفضائية وفي برنامج العيد دائما الفرحة هي أساسها الأطفال واليوم معنا أطفالنا نقول لهم عيدكم مبارك. السلام عليك. كيف العيد؟ حلو. حلو. أنت طبعا معك فستان يجنن. من فين جبتيه؟ اشتريته. أنت وين رحت اسمه نقيه ولا أمك بس نقليك؟ لا أمي حالة. أمي حالة يعني دواقة جيب لك حاجة حلوة على فكرة صح؟ إيش تقول لها بالعيد إذا؟ عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. لأمك ومين؟ لأمي وصديقاتي. وابوك؟ وابي كلهم. وانت عيدك مبارك؟ هيا. ما برضو فساتين اني عجبني. صح؟ ايوة. والله انيقين صح؟ وانت كمان امك راح تجيبه؟ ايوة. كانت مفاجأة حلوة صح؟ ايوة انا ما قلت معي راح نفسي. وانت فرحتي لما شفتيها صح؟ ايش تقول لها بالعيد كي تشوفي الكاميرا؟ قول لها عيدك مبارك. كل عام وانت بخير واصحباتي واصدقاتي وكل احبابي وكل احبابي. وانت ايش تقولي؟ قولي عيدك مبارك. مبارك وكل عام وانت بخير. برضو الفستان حقه احلى. حبيت الفستان حقي. تجيبي لي ولبسه. ها يلا انت بتغني ولا بتنشدي لي؟ انشدي على العيد. كيكه يلا قولي يا رمضان ما احلى يومك بارك يا ما تعرف سامش محلى قيامك محلى صيام. ايش اسمك؟ قوري. ليش ما تخضبتيش؟ بس حد الله معها خاتم مليح مش تغلكم ماما صح؟ بس والله أنا صح طلع مع المسمى مع المناكير. كيف العيد مليح؟ تحبي ماما؟ ايش تقولي له؟ عيدك مبارك.
ولا حبيبة قلبي ماما؟ حبيبة قلبي. مين إيه؟ ماما. حبيبة قلبي؟ ماما وبابا. وبابا؟ بابا في سحر. حبيبة قلبي. أحب بابا. أحب بابا. وأخوانك؟ ما في شو مع أخوان هذي. نقول لهم عيدكم مبارك. ها؟ مبارك. Da da.